صلاة الجنازة لها أركان وأركانها ولها شروط، شروطها الطهارة، فلا تصح صلاة الجنازة من غير طهارة، لأنها صلاة كغيرها من الصلاة، والنبي يقول مفتاحها الطهور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم نأتي وبقية الأشياء الأخرى واستقبال القبلة وإلى آخره. نأتي الآن لأركانها. أركانها أول شيء القيام، وقوموا لله قانتين، بما أنها صلاة فيشترط صلي قائما، فلم تستطع قاعدة فلم تستطع على فعلى جنب. الثاني التكبير، تحليلها تحريمها التكبير. الثالث قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم. الرابع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أمر في التكبيرة الثانية أن يصلى عليه. الخامس الدعاء للميت، قال ثم يدعو له، والأمر يفيد إيش؟ يفيد الوجوب. السادس الترتيب، تكبيرة الأولى فيها فاتحة، الثانية فيها صلاة إبراهيمية، الثالثة فيها الدعاء. السابع التسليم. هذه أركان صلاة إيش؟ أركان صلاة الجنازة. والأصل فيها أنها فرض على الكفاية، من الفروض الكفائية. وما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإن تركوها جميعا أثموا، وإن تركوها جميعا أثموا. ومن لم يدرك صلاة الجنازة ورفعت صلاها في القبر بعد الدفن، كما عند مسلم في المرأة السوداء التي ماتت وكانت تقوم المسجد. الثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة له قيراط، ومن تبعها حتى توارى له قيراط، والقيراط كالجبل العظيم. هنا قال أهل العلم في بعض الروايات: من صلى عليها قبل أن ترفع، فقالوا إنما الثواب القيراط يكون فين؟ في صلاتها الأولى. والله أعلم.